الله يخليك. انا مقيم بالبحرين وجاي زياره حق اهلي. ايوه. اشرت فيزا زياره على تركيا وهلا فايت ان شاء الله على سوريا. تقريبا شيء 15-20 يوم. انه شكرا على التسهيلات. والله رايحين زياره العيد. والله لسه انا اذا صلي 20 يوم 25 للشهر معليش. والنعم والله والسبعة نعم. اهلا وسهلا. والله لا هل اللي لفانا وهل اللي حوانا ولا الطيب رجب طيب اردوغان ولا اللي كتر الله خيرون. اكتب لنا نحكي. كتر الله خيرون. شالونا وحونا ولفونا. كتر الله خيرون على كل حال. من سرمين؟ نعم نعم. شلون المعامله؟ لا معامله جيده جدا الحمد لله كويسه والله يجزيه الخير وكل الامور تمام الحمد لله. الرئيس الله يطول في عمره ويديمه. طيب اردوغان الله يطول في عمره ويديمه للشعب ويجيك الخير عن الشعب السوري طبعا. ايوه رايحين على بلدنا نزور اهلنا نشوف اهلنا بسوريا. والله 20 يوم 10 ايام شيء نشوف الاهل بالعيد ونرجع يعني. والله صار لي 7 سنين والله 10 ايام لل 20 يعني 20 يوم. والله المعامله كويسه الحمد لله تمام. الحمد لله رئيس اردوغان حاطينه على راسنا والحمد لله هني الحكومه نحن شايلتنا والف شكر لحزب العداله والتنميه نوجه لهم الحرب. نرجع نحن ما عم نروح هلا لنشوف اذا وضع بلدنا كويس انه نرجع يعني نحن هذا اللي بدنا اياه نحن سوان يعني ما نحن جايين لحتى نحن اي نعرف انه بلدنا اليوم ما ضل في ضرب طيران رجعنا كلياتنا مو بس زياره ضلينا ببلدنا ما بقى جينا لوا.